إلى كييف إذن، حيث سعادة أندريي تيليزينكو. سيد الكريم، أنت من أشار إلى أن هذه القنابل ستستخدم على الأرض الأوكرانية، وسيشرب عصيرها المر مدنيون أوكران بعد انتهاء العمليات. هل هناك أي أصوات ترتفع لكي تنبه الإدارة الأوكرانية إلى هذه المفارقة المريرة؟ أود أن أعود وأعلق على ما ذكره ضيفنا من واشنطن بشأن الرئيس بايدن والقرار بناء على أن بوتين سوف يستمر في استخدام الأسلحة والذخائر النقودية. أعتقد أن هذا الأمر له كثير من القرارات في صالح الرئيس بايدن. هناك قرارات خاطئة يمكن أن تتسبب في كوارث كما حدث في كمبوديا، حيث استخدمت الولايات المتحدة الذخائر النقودية، ولا زال حتى يومنا هذا الشعب في كمبوديا يعاني من الأضرار بسبب وجود الذخائر غير المنفجرة بشأن أوكرانيا التي سوف تستخدم هذه الذخائر على أراضيها. الأمر مشابه جدا، ولكن لسوء الحظ الأوكران ليسوا بالوعي الكافي بشأن هذه الأضرار والتبعات المحتملة. هناك كثير من الأصوات التي تدعو إلى الحلول السلمية، ولكن الحكومة الأوكرانية لديها وجهات نظر مختلفة، وهذا هو الرأي والرأي المضاد داخل أوكرانيا. هناك الكثير من الخلافات بشأن هذه الذخائر المحرمة دوليا، لأنهم يتفهمون تماما أن هذه أراضينا، لابد من أن نعيش على أراضينا ونواجه هذه التداعيات، وهذه الذخائر سوف تظل على الأرض الأوكرانية لعدد من السنوات، ولن يتأثر بها أي طرف إلا الشعب الأوكراني على الأراضي الأوكرانية. فبالتالي هذه الإشكالية الأساسية بشأن الذخائر العنقودية. وهناك الكثير من القراءات داخل أوكرانيا التي تؤكد هذا الطرح. بالنسبة لما ذكره الضيف من واشنطن، هل تتخيلون استخدام هذه الذخائر داخل الولايات المتحدة على الأراضي الأمريكية؟ سوف تكون هناك الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات على استخدام هذه الذخائر داخل نفس الأراضي الأوكرانية. هناك الكثير من الدبلوماسيين الذين يسعون إلى وقف هذا القرار. أنا أشكرك جدا سيد تيليزينكو على هذه التوضيحات، لكن أنا سؤالي كان أبسط من ذلك بكثير. أنا سؤالي كان: هل هناك أصوات تتعالى في كييف وتصل إلى آذان القيادة وتتحدث عما تتفضل أنت به الآن، أم أنه لا يوجد إلا صوت واحد في كييف، لا صوت يعلو على صوت المعركة يعني؟ هناك كثير من الأصوات ولكنهم خائفون. لا، خائفون من محاولة القتل أو الزج بهم بالسجون. هذا الأمر والوضع الراهن في أوكرانيا، هناك نقص حاد في مستوى الديمقراطية. بعض الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بكل حرية يرسلون إلى السجون، وهذه هي التبعات التي نواجهها. لا يوجد ديمقراطية حقيقية بسبب الدكتاتورية الأمريكية التي تفرض آرائها في الداخل الأوكراني. سيد الكريم، أشكرك شكرا جزيلا، وشكري مضاعف في الحقيقة لأنك كنت بهذه الأريحية والصراحة على شاشتنا. السيد أندريي تيليزينكو الدبلوماسي الأوكراني السابق، شكرا جزيلا. إلى كييف إذن، حيث سعادة أندريي تيليزينكو. سيد الكريم، أنت من أشار إلى أن هذه القنابل ستستخدم على الأرض الأوكرانية، وسيشرب عصيرها المر مدنيون أوكران بعد انتهاء العمليات. هل هناك أي أصوات ترتفع لكي تنبه الإدارة الأوكرانية إلى هذه المفارقة المريرة؟ أود أن أعود وأعلق على ما ذكره ضيفنا من واشنطن بشأن الرئيس بايدن والقرار بناء على أن بوتين سوف يستمر في استخدام الأسلحة والذخائر النقودية. أعتقد أن هذا الأمر له كثير من القرارات في صالح الرئيس بايدن.
هناك قرارات خاطئة يمكن أن تتسبب في كوارث كما حدث في كمبوديا، حيث استخدمت الولايات المتحدة الذخائر النقودية، ولا زال حتى يومنا هذا الشعب في كمبوديا يعاني من الأضرار بسبب وجود الذخائر غير المنفجرة. بشأن أوكرانيا التي سوف تستخدم هذه الذخائر على أراضيها، الأمر مشابه جدا، ولكن لسوء الحظ الأوكران ليسوا بالوعي الكافي بشأن هذه الأضرار والتبعات المحتملة. هناك كثير من الأصوات التي تدعو إلى الحلول السلمية، ولكن الحكومة الأوكرانية لديها وجهات نظر مختلفة، وهذا هو الرأي والرأي المضاد داخل أوكرانيا. هناك الكثير من الخلافات بشأن هذه الذخائر المحرمة دوليا، لأنهم يتفهمون تماما أن هذه أراضينا، لابد من أن نعيش على أراضينا ونواجه هذه التداعيات، وهذه الذخائر سوف تظل على الأرض الأوكرانية لعدد من السنوات، ولن يتأثر بها أي طرف إلا الشعب الأوكراني على الأراضي الأوكرانية. فبالتالي هذه الإشكالية الأساسية بشأن الذخائر العنقودية. وهناك الكثير من القراءات داخل أوكرانيا التي تؤكد هذا الطرح. بالنسبة لما ذكره الضيف من واشنطن، هل تتخيلون استخدام هذه الذخائر داخل الولايات المتحدة على الأراضي الأمريكية؟ سوف تكون هناك الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات على استخدام هذه الذخائر داخل نفس الأراضي الأوكرانية. هناك الكثير من الدبلوماسيين الذين يسعون إلى وقف هذا القرار. أنا أشكرك جدا سيد تليزينكو على هذه التوضيحات، لكن أنا سؤالي كان أبسط من ذلك بكثير. أنا سؤالي كان: هل هناك أصوات تتعالى في كييف وتصل إلى آذان القيادة وتتحدث عما تتفضل أنت به الآن، أم إنه لا يوجد إلا صوت واحد في كييف، لا صوت يعلو على صوت المعركة يعني؟ هناك كثير من الأصوات ولكنهم خائفون. لا خائفون من محاولة القتل أو الزج بهم بالسجون. هذا الأمر والوضع الراهن في أوكرانيا. هناك نقص حاد في مستوى الديمقراطية. بعض الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بكل حرية يرسلون إلى السجون، وهذه هي التبعات التي نواجهها. لا يوجد ديمقراطية حقيقية بسبب الدكتاتورية الأمريكية التي تفرض آرائها في الداخل الأوكراني. سيدي الكريم، أشكرك شكرا جزيلا، وشكري مضاعف في الحقيقة لأنك كنت بهذه الأريحية والصراحة على شاشتنا. السيد أندريه تيليزينكو الدبلوماسي الأوكراني السابق، شكرا جزيلا.